الحمد لله درنا الانطلاقه الثانيه ديال المخيم وخرج شوشو معطل هذا العام لظروف خاصه، ولكن الحمد لله قدرنا نصدر كل موقف بحكم اننا ديما في المقاطعه كنكونوا موجودين راسنا. السنه اللي دوزنا واحد المرحله يعني جيده بزاف، ونجحنا في التنظيم ديال هذا المخيم الحضري ديال لاله مريم بالمساعده ديال الاطر ديال المقاطعه، بالمساعده ديال الاطر ديال المخيم لاله مريم اللي تبارك الله عليهم عندهم واحد التجربه كبيره. هذا المخيم عنده تاريخ وعنده واحد البصمه كبيره سورتو هنايا في هذه المنطقه ديال انفا، بحكم ان الوليدات ديال مقاطعه سيدي بليوط ومقاطعه ديال انفا ومقاطعه ديال المعارف كلهم كيستافدوا من البحر ديال عين دياب. كيف ما قلت لكم جات هذه المرحله شويه متاخره، ولكن الحمد لله صدركنا الموقف وفرحنا بزاف بهاد الوليدات اللي جاو. ديجا دازت المرحله الاولى الاسبوع اللي فات ودابا المرحله الثانيه، وكنتمنوا على الله اننا العام الجاي ان شاء الله ما نطيحوش في نفس المشكل ونتداركوا الموقف قبل. احنا عندنا في المقاطعه دابا واحد 40 ولا 50 في كل مرحله، ولكن هذا ماشي كيرجع لواحد السبب لاننا ما توصلناش بالانطلاقه ديال هذا المخيم في الوقت، وكانوا العائلات ما مستعدينش، كانوا حسابهم بان هذا المخيم ما بقاش هذا العام ما كاينش، اذا ما كانوش العائلات موجدين راسهم، وكاين اللي دار واحد برامج اخرى يعني حيت في الذهن ديالو بانه ما كاينش مخيم هذا العام، اذا داروا برامج اخرى. ولكن الحمد لله واخا هكاك قدرنا نصدقوا الموقف كيف ما قلت لك، وتواصلنا مع العائلات ديال المقاطعه وجاوا الحمد لله، وكاين مازال وليدات اخرين غادي يجيو، غير كاين واحد المشكل اداري ديال دوك لي دوسي ادمنستراتيف، كاين اللي ما جابش لي زاتيستاسيون ديالهم ديال الصحه، كاين اللي ما جابش الوريقات ديالو لاك دو نيسونس. المهم هاد الوريقات هادو بحكم اننا نهار الاثنين كنا كنحتفلوا بالذكرى ديال واد الذهب، بالذكرى ديال 20 اوتار ثوره الملك والشعب وبعيد الشباب، ومن هذا المنبر كنحيوا سيدنا محمد السادس وكنوجهوا ليه احلى المتمنيات، وبمناسبه عيد الشباب ومناسبه ثوره الملك والشعب. اذا هذا الشيء اللي كاين الحمد لله، كل شيء دابا مزيان، الوليدات فرحانين، الابتسامه ديالهم هو احسن هديه لنا. وكنشكر الاطر ديال المخيم والاطر ديال المقاطعه على المجهودات الكبيره اللي كيديروا، وبلا ما نساو المستشارين ديال المقاطعه والنواب ديالي اللي حتى هما ما كيبخلوش بالوقت ديالهم لفائده الساكنه، والحمد لله والله يوفقهم والله يوفقنا، وان شاء الله العام الجاي نديروا ما احسن.